اشتغل من هنا. بص على المايك ازاي نستخدم الالترا ساوند بتاعنا لينا في العياده ان احنا نشخص اكوريتي بدقه ذا ديفرنت تايبس اوف باثولوجي افكتنج ذا مايومتري. هو ده شغال كده تمام ده كده. فين تاني؟ ماشي معلينا. طيب تمام مش فرق. الاول خالص احنا في 2015 وبعد كده في 2022 جروب اوف اكسبرتس اتجمعوا ووحدوا الترمينولوجي المصطلحات ازاي نوصف المايومترال ديزيز فاختصارا المجموعه اتسمت مورفولوجيكال يوترس سونوجرافيك اسسمنت موسى فيتشرز فور ادينومايوزس. فاحنا النهارده هنحاول نراجع بسرعه ازاي ملخص للكلام ده. المفروض ان احنا باي ذا اند اوف ذيس ليكتشر هنعرف ازاي تو ديسكرايب اليوترس النورمال يوترس اذا كان ازاي نستخدم الالترا ساوند فور دايجنوزس اوف ده شغال يا محمد. ماشي بس شكرا شكرا مش شغال خلاص انا هستخدم اللاب سهله خالص يعني فور ازاي نستخدم الالترا ساوند عشان نفرق بين المايوما والادينومايوزس. طبعا الاثنين مش واحد المانجمنت بيفرق. ازاي اقدر اشخص الادينومايوزس من المايوما. ازاي نعمل حاجه كويسه جدا ومهمه قوي بالنسبه لنا في حالات الانفيرتيليتي حاجه احنا بنسميها مابينج ذا مايوما. ازاي اعمل خريطه للمايوما باستخدام الالترا ساوند. واخيرا هنريفيو بسرعه سام اذر مايوميترال ليجنز ويتش مي بي انكاونترد اثناء البراكتس بتاعنا. طبعا بسرعه كده احنا كنا عارفين اليوترس وعارفين اليوترس لو هنتكلم عنه طبعا ده اي في اف يوترس. في عندنا يوتراين سيروزا وفي المايوميتريوم والايكوجينيك لاين الابيض ده هو الاندوميتريوم كلنا عارفينه كويس وحافظينه وبنشتغل عليه على طول. هنت بس صغيره لو انا بقيس اليوترس طبعا ميجرمنت اوف ذا يوترس مهم عشان اقول اليوترس ده صغير ولا كبير هايبوبلاستيك ولا انلارجد. فهو التفق وخلاص ان لو هقيس اليوترس انا هقيس البادي وهسيب السيرفكس انا ماليش دعوه بالسيرفكس. اف اي ميجرد السيرفكس لازم اكتب كده ان انا عملت توتال يوتراين لينث. لكن انا لو هقيس اليوترس واقول ده يوتراين فوليوم يبقى انا هقيس اول حاجه في الساجيتال فيو. الساجيتال فيو اعرفه ازاي؟ ان يكون عندي الاندوميتريا موجود من اول الفاندس لغايه الانترنال اوس. هاخد 1 ميجرمنت من اول الفاندس لغايه الانترنال اوس وبعد كده اخد ميجرمنت من قدام لورا فنسميها انتروبوستيريور دايمتر وبكده الف بروب بتاعي 90 درجه ناحيه يمين المريضه هيظهر معايا القطع العرضي اخد مقاس بالعرض يبقى انا خدت كده 3 ميجرمنتس. الثلاث مقاسات دول هضربهم في بعض وبعد كده اضرب في 5/10 هيطلع لي الفوليوم حجم اليوترس. اي كانوت جادج اليوترس ما اقدرش احكم عليه واقول صغير ولا كبير باستخدام الطول والعرض لازم اخد ثلاث مقاسات واطلع الفوليوم. طيب الفوليوم بتاعي النورمال كام؟ بينا وبين بعض كده مفيش حد كاتب ميجرمنت معين بس لو كشغل وبراكتس اللي احنا بنشتغل بيه بنتكلم ان الفوليوم اقل من 20 سنتيمتر مكعب انا بس بعتبره ان هو ده سمول في الكاتيجوري بتاعت الهايبوبلاستيك والانفانتايل واللارج يوترس من اول 100 ل 120 يبقى انا هستخدم كات اوف بتاعي من 20 سنتيمتر مكعب ل 100 سنتيمتر مكعب ده النورمال. اقل من 20 ده صغير واكتر من ال 100 او ال 120 ده انلارجت. ده هنطبق الكلام ده يبقى انا هاخد الميد ساجيتال فيو بان هقيس الطول بتاع اليوترس في الساجيتال فيو واقيس بعد كده الانتروبوستيريور دايمتر وارجع اقيس الترانسفيرس واضرب الثلاثه في بعض في 5/10 هيطلع لي اليوتراين فوليوم. طيب لو هقيس الاندوميتريال ثيكنس اتفقنا او اتفقوا اتفضل يا باشا. في الاجهزه السونار الحديثه موجود حاجه اسمها فوليوماكس هو اوتوماتيك بتضغط زرار يطلعها لك. واول ما نخترع الحاجات دي الجماعه بتوع البروستاتا بتوع المسائل علشان يشوف البروستاتيك فوليوم هل هي فيها انكريز ولا ديكريز. فالفوليوماكس انت ما بتعملش حسابات ده هو الدكتور بيقول لك اصل الموضوع ايه ولكن هو اوبشن زرار بتتك عليه. تمام يا باشا تمام. لو هقيس الاندوميتريال ثيكنس اي ويل انا هجادج الاندوميتريال بتاعي ثين ولا ثيكند ولا نورمال. رقم واحد لازم يكون ميد ساجيتال فيو. ميد ساجيتال يعني ايه؟ بالطول بالظبط شايف الاندوميتريال من اول الفندس لغايه الانترنال اوس. خدت الفيو ده المقاس الصح اللي انا هقيسه يبقى هقيس ذا ثيكست بارت اكتر جزء سميك عندي وهقيس هاخد الخط الابيض بتاع البيزل اندوميتريال اللي قدام تو ذا بوستيريور
بيزل اندوميتريشن باخده معايا في الميجرمنت. طيب نفترض ان انا عندي في انترا كافيتري فلويد موجود، باص موجود، انفلاماتوري فلويد موجود، بلاد، يبقى انا هعمل ايه؟ هقيس الانتيريور اندوميتريوم وارجع اقيس البوستيريور اندوميتريوم واقيس الثيكنس بتاع الفلويد واكتب ان انا عندي الاندوميتريوم بتاعي الكومبايند اللي قدام ورا بجمعهم على بعض واكتب الفلويد قد ايه. يعني سي الانتيريور اندوميتريوم مثلا 2 ملم والبوستيريور 3 ملم والفلويد 5، يبقى انا الاندوميتريوم ثيكنس بتاعي هو الكومبايند مع بعض 5 ملم والفلويد اللي جوه 5 ملم، واكتب الكلام ده او اسجله عندي في الميجرمنت بتاعي. مهم قوي واحنا بنبص على اليوترس هنلاحظ الاستراكشر ده. ده المايوميتريوم وده الاندوميتريوم. هنلاحظ طبعا الاندوميتريوم هو ابيض، ففي السونار الابيض بنسميه ايكوجينيك. ايكو يعني موجه صوتيه، ايكوجينيك يعني هيظهر عند ابيض. المايوميتريوم والاندوميتريوم بينهم بعض في ستريب اسود، شايفينه؟ في مسافه فاصله عازله سودة. الاريا دي الان اكوك احنا بنسميها احنا الجنكشنال زون. الجنكشنال زون يعني ده البوردر، دي الحدود اللي بتوين المايوميتريوم والاندوميتريوم. عيني على الجنكشنال زون. الجنكشنال زون دي هي الحارس بتاع الاندوميتريوم. اف ات از نورمال يبقى ما عنديش ادينومايوزس خالص. لو هي اب نورمال افكر في الادينومايوزس. يبقى انا وانا بفحص المريضه عيني على الجنكشنال زون في الانتيريور والبوستيريور عشان اتاكد انها ريجولر اند سموث. شايفها اول اراوند قدام وورا، ريجولر اند سموث اند كونتينوس، مستمره، ما هيش مقطعه، ما هيش مشرشره. يبقى اذا انا كده عرفت ان عندي اندوميتريوم، مايوميتريوم، جنكشنال زون. جنكشنال زون باي ذا واي هيستولوجيكالي متكونه من 2 لايرز فقط، بينما المايوميتريوم مكون من 3 لايرز. اتفضل يا باشا. بص مكانها بالظبط. حاضر يا باشا. في الحاله دي، في الصوره دي، طبعا ده السيرفكس صح كده، وده البادي اوف ذا يوترس. بالنسبه لي انا انا هحكم ان ده السيرفكس، في ده مكان الانترنال قص ده بالشبه. وفي تريكه ثانيه، لو جيت ابص على الاندوميتريوم بتاعي هتلاحظ ان هو جاي واسع شويه تانجنشلي وانتهى ضيق هنا، فده برضو مكان الانترنال قص. انا هلاحظ عندي ان تحت السروزه موجود بعض ده. لا مش الشادو. انا دلوقتي يا باشا لما احط البروب كده، ده البادي وده السيرفكس صح ولا غلط؟ وده الاندوميتريوم. الاندوميتريوم عندي مكون هنا في الحاله دي 3 لاينز ايكوجينيك، ثلاث خطوط بيضاء، واحد اثنين ثلاثه مكملين لغايه تحت وتقابلوا هنا، فده نهايه اليوتراين بودي وبدايه الانترنال اس. اندر ذا سيروزا، تحت السيروزا هلاحظ ان عندي ان ايكوك اريا، دوائر سوداء. الدوائر السوداء دي مش سيستات، دي ايه؟ ده نورمال فاسكولار ستراكشر، ده الاركويد فيزلز، دي الفيزل نورمال اللي موجوده. ولو انا عندي دوبلر وشغلته هلاقي ايه؟ هلاقي فيه الوان، فيه لون ماشي في المكان ده، يبقى ده ايه؟ الاركويد فيزل. اوكي، لو انا بفكر ان عندي سام صورت ان دايره سود عشان اعتبرها حاجه اسمها مايوميترال سيست، لازم تكون في الاريا من الاندوميتريوم تو ذا ميد مايوميتريوم. انا مش هلاقي مايوميترال سيست تحت السروزه، بات اي كان فايند ايت في الاريا دي من اول هنا لغايه هنا. نتكلم على الدوبلر بتاع اليوترس. لو انا عندي دوبلر كويس والماشين محترمه هلاقي بلاط كتير ماشي تحت السروزه، وممكن كمان لو قللت السرعه بتاعه الجهاز اللي احنا بنسميها السكيل او البي ار اف ممكن اشوف سب اندوميتريال فيزلز وممكن اشوف اندوميتريال فيزلز. دي كلها ار نورمال ستراكشر. فما تحكمش على اليوترس بالدوبلر ان في مشكله اللي ما يكون ال2 دي الترا ساوند مطلع باثولوجي. انا عندي باثولوجي ظاهره، المايوميتريوم بتاعي ما هواش متجانس، لان المايوميتريوم بتاعي المفروض في كذا صفه. اول حاجه ان هو متجانس هوموجينس، يعني كل الايكوجينيسي كل اللون بتاعه موحد. الصفه الثانيه في النورمال ان الانتيريور وول دايما قد البوستيريور وول. لو قست الانتيريور وول من اول هنا لغايه السروزه ورجعت قست من اول البوستيريور اندوميتريوم تو دي تراين سروزه، المفروض الاثنين قد بعض، يبقى هو سيمتريكال هوموجينس اند ايكوال في ثيكنس. لو لقيت عندي سام صورته في اني ابنورماليتي، في تغيير في الايكوجينيستي، ساعتها شغل الدوبلر. لكن انا لا اعتمد في الدوبلر لوحده ان اطلع فيه باثولوجي من غير ما يكون ال2 دي الترا ساوند مطلع مشكله عندي. بالنسبه للدوبلر، لو انا عندي ماشين هظبطها على ايه؟ يبقى انا لو هظبط الدوبلر هظبطه على السكيل من 3 ل 9 سم، وده اوبتيمال بس مش في كل الاجهزه، كل واحد عارف الجهاز بتاعه. بس ايديالي خالص بظبط البي ار اف او السكيل، هما كلمه واحده. صم بعض الشركات بتكتب حاجه اسمها بي ار اف، وبعض الشركات بتكتب سكيل. البي ار اف سكيل لازم يكون لو، قليل قوي، من كام؟ من 3 ل 9 سم بير سكند. لو اعلى من كده السونار مش هيطلع دوبلر جوه اليوترس خالص.
طيب عشان بس برضو لما احنا بنتكلم في ريبورت او رجع لك الحالة او عايز تتكلم مع حد وتفهمين بعض، متعارف من اكتر من 20 سنة على color score من المجموعة اللي هي بتاعت الايوتا، يعني السكور ده مجموعة الايوتا في الترمولوجي سنة 2000 طلعتها. فاحنا بنقسم السكور بتاع الدوبلر قد ايه الدم ماشي في اليوترس او في الليجن من 1 لـ 4. 1 معناه ان مفيش blood flow at all. 2 there is minimal blood flow، فده color score دوبلر of 2. لو جيت ابص على 3 هتلاحظ ان في moderate flow، ده كتير شوية. لكن 4 هلاقي الفيلد بتاعي مليان فيه لون كتير، ومش بس لون، هتلاحظ ان هو مش احمر وازرق، لا في احمر وازرق وبرتقاني واصفر. يبقى انا لو انا هتكلم معاك واقول لك انا عندي فوكال ليجن في المايومتريوم، الليجن ده لما عملت عليه كلر دوبلر ما خدش فلو خالص، فلو قلت لك سكور 1 مفيش بلاد ماشي في الليجن ده، سكور 2 مينيمال ليجن، سكور 4 اعرف ان هو تيز هايلي فاسكولارايزد. ليه مهم الكلام ده؟ احنا دايما بنربط بين الفاسكولاريتي والانكولوجيكال بوتنشال. انا بفكر الماس دي ممكن تكون مالجنت، المايوما دي ممكن تكون ساركوما، فاحد الحاجات اللي بدور عليها الفاسكولاريتي. فلما الاقي المايوما بتاعتي full of blood like that، فكر على طول انها ممكن تكون ايه not benign، ممكن تكون ايه malignant. تاني حاجة بندور عليها وهنطبقها مع بعض في بعض الامثلة، ال blood flow pattern. الدم اللي عندي ماشي، انا عندي ليجن هنا وليجن هنا، الفرق بين الصورتين دول ان الدم هنا ماشي على circumference، على المحيط من بره، ولا inside the lesion. فده بنسميه circumferential وده بنسميه intralesional، ده بتاع الميومة وده بتاع الادنوميوزس. So لو انا in doubt في التول دي التراساوند ان الليجن اللي عندي ده مثلا ادينومايوما ولا مايوما، شغلوا الدوبلر وبص. لو الليجن واخد بلاد فلو على البوردر بتاعه غالبا دي مايوما، لكن لو بلاد فلو از انسايد ذا ليجن جواه فكر انها تكون ايه ادينومايوس. نبدا مع بعض والسؤال الاولاني، الحاله دي هنشوفها مع بعض. شايفين مع بعض ده طبعا ساجيتال فيو في اليوترس، هل الحاله دي ادينومايوزس ولا مايوم؟ ده اول سؤال. هيفرق معايا السؤال ده؟ اه طبعا. الحاله دي لو مايوما از فيها اوبشن ان اعمل سيرجري، لكن الادينومايوزس لغايه دلوقتي مش اوبشنال خالص ان اعمل سيرجري الا اندر ريسيرش. يبقى اذا السؤال المهم اللي عندي، هل دي ادينومايوزس ولا مايوما؟ طب احنا عايزين نعرف القواعد اللي تفرق بين الاثنين. كلنا عارفين ادينومايوزس يعني ايه، عارفين معناها ان الاندوميتريال جلاند موجوده بره الاندوميتريوم وفي الجدار بتاع اليوترس. فكر في الادينومايوزس ان هو بيناين تيومر عمل انفيجن، فلازم هو في سكته هيعدي الاندوميتريوم والجانكشنال زون اللي احنا قلنا عليها وهيخش المايومتريوم. انا هخش ادور على الساينز دي. الادينومايوزس ممكن يظهر لي في 1 أو 3 فورمز. ذا موست كومن اللي كلنا بنشوفها كتير بالذات في الاولد ايج بيشنتس هو ان يكون كل البوينتر، هو ان يكون عندي كل المايومتريوم از افكتد، فده بنسميه ديفيوز ادينومايوز. لكن لو هو اريا معينه ده فوكال ادينومايوزز واحيانا يبان كسيست وذ فيري رير برزنتيشن مش بعرفها غير بعد الباثولوجي، يبقى اذن يا اما يكون ديفيوز ادينومايوزز يا اما يكون فوكال ان سام اريا اند ريرلي تو بي سين از ا لارج سيست. طبعا كلنا عارفين الفايبرويد، والفايبرويد احنا لو الفايبرويد كلنا عارفين لو انت معاك يوترس وفي فايبرويد وفتحت المايومتريوم هتوصل لحاجه اسمها كبسول. الكبسول دي هنشوفها في الالترا ساوند. يبقى انا داخل في الفايبرويد ادور على اهم حاجه ان في كبسول، سودو كبسول، معنى كده ان في حدود للمايوما غير الادينومايوزس. الادينومايوزس ما عندوش بوردرز. اول حاجه هنبص فيها في الليجن، انا عندي ده اليوترس ده طبعا ار في اف يوترس، وعليه ده الانتيريور مايومتريوم وده البوستيريور مايومتريوم. اول حاجه لاحظتها ده نورمال اندوميتريوم كويس اليوترس. في حاجه مشكله هنا صح؟ اول حاجه هل لو بوردرز؟ ات از ويل ديفايند. الحاجه الثانيه غير ان هو ويل ديفايند ان في حاجه اسمها ماس افكت. ماس افكت يعني ايه؟ يعني المايوما دي بوشنج الاندوميتريوم. النيوتريوم بتاعي كان ماشي ستريت وفجاه عمل تيرن حول المايوما، فده اللي احنا بنسميه الماس افكت. المايوما هاز ماس افكت، ادينومايوزس ما عندوش ماس افكت. الحاجه الثانيه هتلاحظوا وراه ظل. يعني ايه ظل؟ الالترا ساوند بين جاي من فوق قابل المايوما، حصل له ريفليكشن فمديني ان ايكوك اريا، حتت سودا شادو زي الظل بتاع الشجره دي. يبقى انا عندي هنا حصل 3 حاجات،
في ويل ديفايند ليجن وماس افكت وشادو، افكر على طول ان هي ايه؟ مايوما. وايل مهم قوي في الادينومايوزز ان الماس افكت ده مش موجود. يعني ايه؟ ان ذس كيس ده اليوترس لو بصيت عليه ده مش نورمال صح؟ لكن انا مش لاقيت حاجه ديفايند، انا مش شايف حاجه ديفايند زي الحاله اللي قبلها. فين الاندومتريوم؟ انا مش شايف اندومتريوم. يبقى اول ماشي ايوه انا عندي enlarged uterus ممكن يكون asymmetrically thickened، الاندومتريوم poorly defined، والميومتريوم بتاعي heterogeneous غير متجانس، في حته بيضة، في حته سودة، سيست صغيره اهي، في حته hypoechoic هايبر ايكويك. يبقى انا يوترس كبير not poorly defined endometrium heterogeneous myometrium، فكر على طول انها تكون ايه؟ adenomyosis. طيب جون بقى في الموسى كونسنسس اللي احنا قلنا عليه في الاول، عمل تو فيتشرز، قسمهم لمجموعتين، قسمهم لمجموعه دايركت فيتشر ومجموعه اندايركت فيتشر. التقسيمه دي مهمه، ايه اهميتها؟ هو دي تقسيمه بيزد على الباثولوجي. المفروض ان الادينومايوز عباره عن ايه؟ عباره عن جلاند في الاندوميتريوم بقت في المايوميتريوم. سو الدايركت فيتشر هي عباره عن الجلاند في ظهرت في الالتراساوند، فالاندوميتريال جلاند في المايوميتريوم هتظهر يا اما دايره سوداء سيست، يا تظهر خطوط بيضة هايبر ايكويك ايلاند، او تظهر خطوط بيضة تحت الاندوميتريوم فنسميها ايكوجينيك صاب اندوميتريال لاين. يا اما دايره سوداء يا اما دايره بيضة يا اما خطوط بيضة تحت الاندوميتريوم. دي كلها علامه ان دي جلاند، ذس از جلاند. العلامات الثانيه اللي احنا كلنا حافظينها هي نتيجه وجود الجلاند بره، فالتاثير الهرمونال بتاعها وتاثيرها على المايوميتريوم بيخلي اليوترس بتاعي كبير، بيخليه اسيمتريكالي ثيكند، شكله مكور، بنسميه جلوبولار يوترس. ومهم جدا جدا الاثنين دول، ان الجانكشنال زون اللي اتكلمنا عليها نوت سموث ما هيش ناعمه، لا ريجولار اند انتربتد. ده معناه ايه؟ معناه انت حضرتك لو عندك جانكشنال زون نورمال ما تفكرش في ادينومايوسس، لو كليرلي شايف الجانكشنال زون نورمال فكر في حاجه ثانيه غير الادينومايوسس. سو انا لو عايز تو كونفيرم ماي دايجنوزس كل ما اجيب دايركت فيتشرز اكتر كل ما اكد الدايجنوزس. Actually احنا بنتكلم ان الابسنس اوف دايركت فيتشرز التلاته دول، بينما عندي الاندايركت فيتشر غالبا دي مش ادينومايوسس. سو انا عشان اكونفيرم الدايجنوز بتاعي محتاج كلمتين، تلات كلمات. اول كلمه هيتروجينوس مايومتريوم، رقم اتنين الدايركت فيتشرز تكون موجوده، رقم تلاته ابنورمال جانكشن زون. جمع التلاته دول وشخص الادينومايوسس على طول. ده مثال للكلام اللي احنا قلنا عليه ونحاول نطبقه ايه؟ واحده واحده. اول حاجه قلنا عليها ايه؟ الانتربت جانكشن زون. في الحاله دي زي ما احنا شايفين ده اليوترس بتاعي، ده الانتيريور مايومتريوم، ده البوستيريور مايومتريوم. لو جيت ابص ده الاندومتريوم، كليرلي انا مش شايف جانكشن زون في بوستيريور وول اصلا، مش شايف. ممكن سام سورت في الاريا دي انا شايف، لكن جانكشن زون هنا انتربت. دي اول معلومه اتجمعت عندي. رقم اتنين اسيمتريكلي ثيكند يوترس لايك ذات، ده اللاين بتاع الاندومتريوم، الجدار ده تخين وده اقل سمكا. رقم ثلاثة لو جيت ابص على المايوميتريوم دايره سوداء، ده مايوميتريال سيست او خطوط بيضاء الهايكر الايكوجينيك ايلاند اللي احنا اتكلمنا عليها، او خطوط بيضاء تحت الاندوميتريوم صاب اندوميتريال لاينز، دي كلها الدايركت. انا شفت الحاجات دول متاكد ان ده ايه؟ ادينومايوسس، ما عنديش شك خالص ان ده ايه؟ ادينومايوسس. سو ان ذيس اكزامبل لو احنا هنشوف عشان بس نعود عينينا على المنظر، اسيمتريكلي ثيكند يوترس مايوميتريوم هيتروجينس، شايفين حته سوداء حته بيضاء، اندوميتريوم بتاعي انا شايفه لكن البوردرز انا ما اقدرش احلف هي فين بدأ فين وانتهت فين، دي كلها دايركت فيتشرز ظهرت عندي، فده بيكونفيرم ماي دايجنوزس. تمام ايوه في رايز شعاع شمس عامل زي ايده مفتوحه كده، دي دايجنوستيك للادينومايوسس. تمام انا فوتها بس يعني لا مش ده، هي دي اللي بنشوفها الفان شيب شادوينج. بصوا يا جماعه عشان بس ايه، كنت عايز اخلص المحاضره. لا ما تخلصش. حاضر. بصوا يا جماعه هي مشكله الفان شيب شادوينج حاجه واحده ممكن تشوفها في الفايبرويد، يعني الاتيبيكال فايبرويد ممكن يظهر فيه الفان شيب شادوينج. ايه بقى الفان شيب شادوينج؟ لو بصوا هنا هو اي شادو معناه ان انا جاي نور من فوق وراه ظل طويل. الالترا ساوند هو الشمس بتاعتي. شايفين؟ اهو خط اسود خط اسود خط اسود خط اسود خط اسود خط اسود، شايفينه كل ده خطوط سودا. فالشادو ده سببه ايه؟ سببه ان الالترا ساوند بتقابل المايوميتريال سيستم.
المايوميتريم ده مصل، السيست ده عباره عن فلويد، يسر ريفليكشن يبقى خط رفيع وراه، خطوط كتير شبه المروحه احنا بنسميها فان شيب شادوينج. ساين مهمه جدا جدا في وجود بقيه الساينس. طيب نبدا مع بعض كده، ايه نشوف مع بعض كده بعض الحالات دي. طبعا الحاله فور شور دي ايه؟ دي ادينومايوزس. ليه ادينومايوزس؟ نشغل الفيديو. ليه الحاله دي ادينومايوزس؟ طبعا ده ار في اف يوترس، الجدار الانتيريور اللي هو تحت، عشان ده ار في اف يوترس هتلاحظوا ان هو ثيكند هيتروجينوس. بص على المايوميتريم، المايوميتريم بتاعك نوت ويل ديفايند ات اول، اليوترس كله على بعضه كبير، في دوائر سودا موجوده جوه، دي كلاسيك ادينومايوز. الحاله اللي جنبها احنا شفناها اللي هي ديس كيس اللي هي الصوره الثابته، طبعا دي ادينومايوزز فور شور. هتلاحظوا ان السيرفكس ويل ديفايند، جيت على الاندوميتريم انا مش شايفه اصلا. الاريا بتاعت المايوميتريم دي هايبر ايكويك، الاريا دي ان ايكويك. فان شيب شادوينج اللي استاذنا الدكتور محمد سلام قال لنا عليها، خط اسود خط اسود خط اسود، ده بيكونفيرم ماي دايجنوز ان هي ايه؟ فان شيب شادوينج. الحالة دي بقى يا ترى السؤال اللي هنا، ذيس كيس هل دي فايبرويد ولا ادينومايوزس؟ طبعا ليه؟ طبعا البلاد انسايد نوت ويل ديفايند، مهمة جدا. انا ما عنديش حاجة محددة، انا مش ماسك ليجن، هو في مشكلة بس المشكلة انا مش قاريها، صح كده؟ فدي طبعا ايه؟ ادينومايوزس. فور ذيس كيس لو احنا شفناها مع بعض هتلاحظوا ان المايوميتريم بتاعي في صوره، يعني في مشكله موجوده في المايوميتريم، انا شايف في مشكله. ايه هي المشكله؟ في سام هيتروجينوس مايوميتريم هنا، شويه ابيض شويه اسود، الاندوميتريم مش ظاهر خالص. دي زيها بس هي ادينومايوزس برضه، بس دي مور برونونسد باثولوجي، يعني اكتر، لان الادينومايوز بيبدا مايلد ويزيد مع الوقت. طبعا دي نفس الحالة اللي فاتت، هل الصورة دي أوضح ولا اللي قبلها؟ دي ولا دي؟ دي أوضح. أي تكنولوجي يعني إيه؟ ده بياخد صورة اليوترس وبعد كده بيطلع لي الصورة مركبة، دي مش صورة حقيقية، بيعمل حاجة اسمها فيرتشوال كونتراست ايميجنج. ده بيعمل إيه؟ ده بياخد قط في اليوترس وياخد قط نص ملي جنبه، والسيجنال اللي مش موجودة في الصورتين تبقى نويز ويشيلها، فبيزود الكونتراست، فتلاحظ ان الصوره دي واضحه قوي. الصوره اللي قبلها هي نفس الحاله ونفس الكات مش بنفس الوضوح. اكشولي لو بصيتوا على الاندوميتريم هنا، هل انتوا حاسين ان في مشكله؟ لا، لكن نفس الحاله لما عملت لها الفي سي اي ظهر فيها مشكله. شايفين الاندوميتريم عامل ازاي؟ في فوكاليجن هنا، فوكاليجن هنا، في تو بوليبس. في ال 2 دي الترا ساوند العادي ما كانش ظاهر، لكن باستخدام 3 دي الترا ساوند مع الفي سي اي وده ميزته، حاسس الكونتراست، فانا عيني لقت على طول ان في انذر بوليب مش ظاهر اصلا في 2 دي الترا ساوند. يبقى دي الحاله دي فيها جنرالايزد ادينومايوزز وذ تو اندوميتريال بوليبس. عملنا حاجه اسمها، وطبعا اجهزتنا كلها ما فيش فيها الكلام ده، بس انا عايز اوريكم احنا ممكن نستخدم ايه، التول موجوده معانا نستخدمها. ده حاجه اسمها اتش دي دوبلر مع ستيك تكنولوجي. ده بيعمل ايه؟ نفس الفيزلز اللي احنا شفناها بيحطها مجسمه واكثر ابرازا، فانا شايف المايوميتريم بتاعي فيه ترانسليجن، الدوبلر ماشي جوه الليجن، فده بينكونفيرم ماي دايجنوزس. حتى هتلاحظوا ان في بلاد فيزل داخل على البوليب نفسها، ده بيكونفيرم اكتر ان البوليب بتاعتي اللي وصل لها بلاد فيزل اتس اكشوال بوليب مش جاست ارتيفاكت. نشوف الحاله اللي بعدها. طبعا دي اللي احنا قلناه، الحاله اللي احنا قلنا عليه ويل ديفايند ليجن، ماس افكت بوشنج الاندوميتريوم وفي شادو بيهايند، ده تيبيكال، ده بنسميه احنا تيبيكال فايبرويد. تيبيكال يعني في اتيبيكال، وطبعا قلنا ان لازم لو في بلاد فلو تيبيكالي هيكون ماشي بره الفايبرويد، بنسميه احنا سيركمفرنشال فلو. مثال تاني برضو، انا عندي ويل ديفايند ليجن موجود بوستيريورلي ساب سيروزال بعيد عن الاندوميتريوم، بقيه المايوميتريوم شكله كويس، سو ذيس از ايه، نقدر نتكلم ان ده برضو ايه فايبرويد من غير ما ايه نغلط فيه. ده برضو نفس الكلام، ويل ديفايند ليجن فيري هايبر ايكوجينيك بوردر بسبب الكالسيفيكيشن، ده برضو تيبيكال فيتشر اوف ايه اوف فايبرويد. طبعا احيانا لو انت بتدور على المايوما لها افكت على الاندوميتريا ممكن تستخدم ايه 3 دي. دي المايوما، انا ده صوره اندوميتريوم هايبر ايكوجينيك ليجن ويل ديفايند
ما عنديش شك. والمايومترا من جوه هايبوكويك تيبيكال فايبرويد. طب ايه علاقته بالاندوميتريوم؟ 3 دي الترا ساوند هو موجود على الرايت سايد اوف ذا اندوميتريوم تاتشينج ذا كورنيو بره الكافيتي خالص، مش عامل لي اي مشاكل وكده طمنت انا ايه ممكن ما اشيلوش اصلا. سو كويز نمبر 1 ذس كيس، الحاله دي هل الحاله دي اللي احنا نشوفها دي فايبرويد ولا ادينومايوزس؟ ايه راي حضراتكم؟ هو حاجه واحده مالتيبل مايومات. اوكي واي هو كل الاندوميتريا مليان ليجنز بس all are well defined رقم واحد. رقم اثنين اندوميتريا is well defined، junctional zone is well defined، فالحالة دي تعتبر ايه؟ مايوما. طيب for this case ايه رأي حضراتكم؟ شايفين الاندوميتريام ده؟ ده الانتيرو اندوميتريام في ليجن تحس شوية ان هو ايه؟ بيشاور عقل مايوما. نشغل الدوبلر ونخلي بالكم احنا قلنا ايه على الدوبلر؟ قلنا الدوبلر ممكن يفرق معانا في التشخيص. البلاد فلو هنا ماشي جوه الليجن ولا بره الليجن؟ انسايد. دي فوق الادينومايوز، دي اللي فوق. احنا قلنا احد الفورمز بتاعه الادينومايوز هو ان يكون فوكال، فدي فوق الادينومايوز. اف يو جو فور سيرجري باعتبار انها مايوما هتفتح مش هتلاقي اي حاجه اصلا، تقعد تفتح 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 كل تيشو السوفت ومش هتلاقي اي بلين تشتغل عليه اصلا. فور تايم برضه هنفوت الفاريانس اوف فايبرويدز، لكن احنا بنجمع الفايبرويدز الاتيبيكال فيتشرز، في حاجه اسمها اتيبيكال فيتشرز، واهم حاجه فيها استبعد انها تكون مالجنت. يعني سام تايمز الفايبرويد ياخد المنظر ده، يبقى انا عندي لو في فايبرويد كان حاله فيها فايبرويد بقى جات لي بسيستيك اريا لايك ذات او ايكوجينيك اريا لايك ذات او سام سبتيشنز، اللي احنا بنسميها اتيبيكال فيتشرز اتيبيكال مايوما. سام كيسز لايك ذات، ونادر قوي نشوف الحالات دي. انا ما شفتش حاله واحده بس كان كونسلتيشن من ليبيا، يعني الحاله بعتت لي الفيديو بتاعها من ليبيا ماشي. هتلاقي ليجن في المايومتر مول ديفايند بس ابيض قوي، ابيض قوي، وبلاد فلو بتاعه برضو ماشي من بره مش انسايد، فده لايبو لايو مايوما. اتس فيري رير، ممكن ما تقابلهاش خالص، بس لما بتشوفها بتحيرك دي ايه تطلع ايه؟ ايه المشكله دي؟ قصدي مش ادينومايوزس. اتس ويل ديفايند ليجن، لو بوردر، بلاد فلو اوتسايد، شكلها غريب، لكن المفتاح بتاعها حاجتين. اول حاجه مفيش شادو بجد. يعني ايه في شادو بجد؟ لو هي دي كالسيفايد مايوما هتلاقي الجزء ده ابيض وبقيه المايوما سودا، لان المايوما دي كبيره فالبوردر بتاعها هيبقى فيه كالسيفايد هيخلي بقيه المايوما سودا. لكن كون ان المايوما ظهرت كلها بيضه فالفات بيظهر ابيض فين؟ في الالترا ساوند. عشان ما يتلخبطوش بس المايوما من الكومبليكيشن بتاعتها حاجه اسمها الديجنريشن. لو حصل معلش يا لا يا باشا ده اضافه مهمه لي انا. انا هقولها في المحاضره المره الجايه. طيب وتراين ساركوما طبعا كلنا عارفين مفيش حاجه دايجنوستيك قوي، لكن انا بدليل ان سام تايمز الساركوما تبقى نفس المنظر بتاع الفايبرويد، لكن في سام فيتشرز ممكن ترفع الانتباه بتاعي. اول حاجه البوردر اللي كان عندي اختفى. ثانيا الماس تبقى هيموجينس لكن ويز نو بوردر الريجولر، وبعدين تشغل الدوبلر تلاقي بلاد فلو كتير، الماس بتاعتك مليانه بلاد فيزز، سكور اوف 3 او 4 اللي احنا قلناه في الدوبلر 3 او 4، فكر على طول انها ممكن تكون ايه؟ مالجنت. في مجموعه من في الوقفه على الساركوما في احد الاساتذه المشاهير دي كان زميلنا في طنطا عنده قضيه كبيره قوي، عمل للعيانه مايوميكتومي وحتى ما بعتهاش باثولوجي، والعيانه بعدها بشهر خلال شهر دخلت في كومبليكيشن شديده جدا. واحد ركب عليه يعني متاسف في اللفظه، خد بايوبسي طلعت ساركوما. طبعا هو في مسند ادبي وعلمي وقانوني ربنا ما يعرضش حد له، ولكن الساركوما اي فايبرويد فوق ال 40 اي الترا ساوند اب نورمال زي ما بيحكي لها اي رابط جروث رابط جروث، يعني هي كانت ماشيه كده كان عارفه ان كانت بس بيقولوا 3 سم وفجاه زاد
لازم تبقى هايلي سسبيشس انها ساركوما. هي نادره 4% من حالات الفايبرويد، ولكن الله لا يقدر لما بتحصل بتبقى مشكله. واكبر مثل زميلنا في الايام اللي فاتت دي الجروف اكسبرتس جمعوا كده مع بعض وجمعوا 200 حاله دايجنوز بالساركوما وحاولوا يشوفوا الموست كومن الترا ساوند فيتشرز للساركوما. فلقوا ان هي اكتر الساركوماز بتكون سوليد ماس غير متجانسه هيتروجينس، سام تايمز ممكن يكون فيها سيستيك ارياز، احيانا بيكون فيها فان شيبد شادوينج، موستلي بتبقى ويل فاسكولايزد. فدي الاربعه فيتشرز اللي هم في اغلب في اكتر من 70% من السبيسمنز بتاعت الايه الساركوما. بس بنعيد نفس الكلام تاني، ممكن النورمال ابيرنج مايوما في الالترا ساوند تطلع في الاخر ايه ساركوما. هو دول الامثله اللي احنا قلنا عليها، دي بورلي ديفايند وذ سام نورمال مايوميتريوم. شايفين الماس دي، دي ماس ايريجولار، شكلها عشوائي، مفيش ويل ديفايند بوردر. اللي عرفنا ان هي موجوده انها هايبو اوكوك شويه، فكر في الماس العشوائيه دي ان ممكن تبقى مالجنت او السبتيشن وذ سيستيك ارياز لايك ذات، فكر انها تكون ساركوما. ان طبعا اهم حاجه ان يكون فيها ويل فاسكولايد ماس كروس كور 3 أو 4، دي تفكر على طول انها تكون ايه مالجنت. طيب بالنسبه بقى لو بنتكلم بقى في الحاجات الخفيفه شويه، الحاجات الكلام الحلو، عيانه فيها فايبرويد اند انفرتايل او فايبرويد اند ان فيها بليدنج، مهم قوي تو اعمل حاجه اسمها ايه مايوما مابينج. يعني ايه مايوما مابينج؟ ان انا اعرف العيانه دي هي انهي كاتيجوري من الفيجو كلاسيفيكيشن. كلنا مجمعين كلنا عارفين المايوما ايذر انها سب ميوكوس سب ميوكوزال او مايوميت انتراميورال او سب سيروزال او بسرعه. يعني يهمني قوي اول اربعه، احنا بناخد سكور من 0 لـ 8، مهمين قوي الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه، لان دي اول ار ايذر ان هم جوه الكافيتي او تاتشنج الكافيتي. فطبعا لو انا عندي عينه انفرتايل او فيها بليدنج اي كونسيدر ان دي ممكن تكون السبب المباشر ومتاكد ان هو ده سبب. سو زيرو هي 100% جوه الكافيتي يعني لها بيديكل فبنسميها بدانكليتد فايبرويد. واحد 50% او اكتر جوه الكافيتي، اثنين اقل من 50% جوه الكافيتي، ثلاثه انكروتشنج على الكافيتي كونتاكت وذ الكافيتي. طيب انا مهم بقى لو انا عندي حاله ان انا اصنفها، هل دي مايوما لايك ذات انتراميورال وذ نو ريليشن مع الكافيتي؟ طب ايه التولز اللي معايا اللي انا ممكن استخدمها عشان اشخص اعمل مابنج للمايوما؟ ومصطلح المابنج ده مش بتاعي، ده بتاع الاستيتمنت باي ذا اكسبرتس. عندي 3 تولز، يا اما استخدم ال 2 دي الترا ساوند، يا اما استخدم حاجه اسمها سلاين سونو هيستروجرافي ان انا احقن سلاين في السيرفكس وده هيبين لي ويرسم لي المايوما، او اخيرا 3 دي الترا ساوند وذ كونتراست تكنولوجي. ليجن لايك ذات، الحاله دي زي ما احنا شايفين الحالة دي كانت من عمان. في صام هايبو اوكويك ليجن، طبعا لو كلنا حد فينا شاف بوليب قبل كده، الفرق بين البوليب جوه الكافيتي والمايوما جوه الكافيتي ان البوليب بتبقى بيضة والمايوما هايبو اوكويك سودا شوية. فطبعا الحالة دي عمري ما اقول عليها انها بوليب، اللي شاف بوليب عارف كويس انها في صام سورت اوف ويل ديفايند ليجن هايبو اوكويك انسايد، وفي حبة دم حواليها رسمين ان هي كومبليتلي انسايد، فانا مش محتاج اصلا ان انا اعمل حاجة تانية، فتيز تايب زيرو كومبليتلي انتراكافيتوري. فور ذيس كيس هي نفس المثال برضو، عندي مايوما ظاهره جدا في البوستيريور اندوميتريوم 50% واكتر جوه الكافيتي تستايب طبعا مايوما. طيب افرض انا بقى مش عارف اكونفيرم الدايجنوزس لايك ذات، حاله زي الصوره دي، عندي هنا ويل ديفايند ليجن مقاساته معموله والاندوميتريوم موجود عندي، عايز اعرف ايه علاقته بالاندوميتريوم. اكشولي ات از انكروتشنج على الكافيتي من فوق، واقدر اقول ان هو تايب 2، لكن مهم قوي ان هو جاي من عند الفندس فوق مش جاي من الجنب. كده انا وصفت ايفن حتى لو بلان فور سيرجري الجراح اللي هيشتغل عارف هيشتغل فين، المايوما الفندل اسهم من المايوما اللاترال، فانت عارف مين اللي هيشتغل، والمايوما اللاترال ممكن تحتاج تو سيتنجز مرتين في الهيستروسكوب، فانت عملت خريطه وخدت القرار بتاعك بناء على ايه الخريطه دي. طيب طبعا ده مثال تاني 3 دي الترا ساوند، شايفين ده الفيديو بتاع الحالة، شايفين حضراتكم في مالتيبل مايوماتا موجودة نوت ويل ديفايند. ف 3 دي الترا ساوند عمل لي حاجتين، اولا ادالي الكورونال فيو، اداني الفيو اللي اقدر اقول المايوما جاية فين. فلو جينا بص في الحالة دي، عندي مايوما موجودة من عند الفندس ومايوما موجودة من الليفت لاترال دايركشن، فكده عرفت المايوما دي شكلها ايه ودي شكلها ايه.
برضو لو انا شاكك انا ممكن اعمل ايه؟ قسطره نيلتون، قسطره فولي، القسطره اللي بستخدمها في الاي او اي دخلها من الاكسترنال القص للانترنال قص وقف واحقن من 10 20 سي سي سلاين باي يور اسيستنت وخد سيني كليب لليوترس. ان ذيس اكزامبل احنا عندنا هايبو اوكويك ليجن جوه الكافيتي، يبقى دي مايوما مش بوليب. حقنا سلاين 100% طلعت ايه؟ موجوده جوه، يبقى تايب 0 مايوما. وده رصه لامثله، في الحاله اللي فوق المايوما كومبليتلي جوه الكافيتي ده جريد 0، اكتر من 50% جوه الكافيتي ده جريد 1، اقل من 50% جريد 2، وطبعا الاسود ده هو السلاين اللي احنا ايه؟ حقناه. طيب ناخد مثال تاني عملي، ايه رايكم في الحاله دي؟ فور ذيس كيس الحاله جايه لك انفورتايل وفيها هايبوكويك ليجن ويل ديفايند مكان الاندومتريوم. السؤال الاولاني از ذا بيست ابروتش فور تريتمنت، الحاله دي نعمل لها هيستروسكوبيك ريسكشن ولا نعمل لها سام ابروتش عن طريق البطن؟ لكن السؤال الاوقع ايه هو التايب اوف مايوما؟ ده اول سؤال اصلا، هي نوعها ايه؟ وبناء على النوع هنعمل ايه؟ هنحدد احنا نعمل ايه؟ نحقن سلاين، السلاين رسم لي المايوما كليرلي، في عندي لارج مايوما تقريبا اكتر من 50% موجود جوه الجدار. لا هي هايبوكويك الميديكال بتاعها كمان كبير. اه دي هايبوكويك يا باشا، شوف كده لو جيت ابص هنا هي كلها سودة، واه في شادو جاي عليها من بره لان المايوما بيبقى فيه شادو من بره، لكن it is well defined lesion. وكمان الاهم من كده ان فعلا arising من المايومتريا على عكس البوليب بتبقى endometrial forage. طيب هل في حاجه ممكن نزودها؟ باص باص باص، في سام اذر ليجنز ممكن نشوفها، احنا قربنا نخلص خلاص 3 سلايدز. سام اذر ليجنز ممكن نشوفها حاله زي دي، انا حاله عندي ده الاندومتريوم بتاعي صح كده الابيض ده، ده المايومتريوم وفي سيست. وات ذا نيكست ستيب؟ في اي حته في الجاينا او الاستاتريك لقيت حاجه سوده تعمل ايه؟ تشغل دوبلر. لما تشغل الدوبلر طلع المنظر ده، بدي ايه؟ اي في مالفورميشن، ده سبوت دايجنوسيس. فالحاله دي انا في الجاينا او الاوستاتريك، عندك مخ العيل في دايره سودا شغل دوبلر، عندك مايوميترال ليجن في دايره سودا شغل دوبلر، في اي حته على طول شغل دوبلر. الدوبلر عباره عن بلاد فلو، فدي طبعا اما اشوف المنظر ده الوان كتير بلاد فلو كتير جوه سيست في المايوميتريم تيز اي في مالفورميشن. طيب مثال تاني الحاله دي، اتفضل يا باشا. الله يخليك يا باشا، الله يخليك يا باشا، الله يخليك يا باشا. الافي مالفورميشن هي رير، ولكن ولما بتيجي الكونجينيتال فورم بتاعها ده نادر، لكن لما بتبقى موجوده ذا دكتور ذا ارزا كرييت في حالات دي اند سي بعد ما يوميكتومي، فاحنا اللي بنعملها يعني ماشي. طب هتبان ازاي؟ اب نورمال وتراين بليدنج نوت ريسبوندنج تو اني فورم اوف هرمونز، حتى كانوا زمان بيعملوا ابليشن ما بتستجبش، لان ودي خطر جدا. وطيب علاجها ايه؟ ازاي الشور دايجنوزس؟ مش دي بس الشور دايجنوزس ان احنا بنعمل فلوروسكوبي اندر ذا سكرين وبنحقن داي بتبلغ خلاص. طب ده الشور ايفيدنس بيز. طب هتتعالج ازاي؟ ما شاء الله ايه ده؟ وتقول لي ما عندوش سي تي جي يا عم. ايوه حمام متاسف الانتربشن، لكن لازم نفهم اهميتها في اي حاله. ابنورمال تراين بليد وما بتستجيبش معاك اي هرمون، الدنيا سايقه على بعضها، لازم تشوف ايه في الاي في مالكروميت. طيب ايه رايكم في الحاله دي؟ طبعا انا هنا ظاهر عندي في الاندومتريوم ظاهر كويس، لكن في دايره سوداء موجوده والمايومتريوم جنبها تحس ان هو ايه؟ غريب شويه، صح كده؟ الحاله دي الهيستوري بتاعتها دي احنا محتاجين ان احنا نعمل 3 دي الترا ساوند. لقينا ايه؟ لقينا اول حاجه الكافيتي الاندومتريوم بتاعي ما هوش مثلث، شايفين الصوره عامله ازاي؟ المفروض الكافيتي الطبيعي بتاعي يطلع ايه؟ مثلث، كلنا عارفين. الكافيتي هنا بتاعي شبه الموزه بنانا شيبد. مش هيشتغل دي. ما شاء الله عليك يا محمد. يا باشا تلامذة حضرتك يا باشا. مؤتمر. يا باشا ليا الشرف. كلموا بتوع السونار فيه عن الاكسبيرينس بتاعته.
الله يخليك يا باشا. ويميز هنا ان في كونفرسيشن المعلومات راحه جايه ما شاء الله عليك. طب مش تقدم نفسك بقى للزملاء؟ ما انا قدمت نفسي يا باشا. لا 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 انت ليه شغال؟ ده له بيجي وله شغل كتير قوي على النت يا باشا. اه باشا اعرفه يا باشا. شايفين الكافيتي عامل ازاي؟ الكافيتي بتاعي نوت نورمال صح؟ بنانا شيب دي حتى لو بصيت عليها بره الليجن هتفتكر انها يونيكورنيت يوترس صح؟ لكن الليجن اللي موجود جنبه ده شايفينه؟ ويل ديفايند ليجن. الحاله دي احنا بنسميها روبرت يوترس. روبرت يوترس ده الحاله دي انا شايفها امبارح، هو اتس فيري رير ده رقم واحد، بس انا شايفها امبارح يبقى ممكن اقابلها. يا باشا فيري رير بس مش مع حضرتك. لا اصل بتقول رير ولسه شايف. انا قصدي حضرتك مش هي يا دكتور. يا باشا حضرتك ترسل كير يا باشا. شوف كل حاجه. ما انا هشرح لكم روبرت يوترس. بصوا يا جماعه روبرت يوترس عارفين كلنا اليونيكورنيت يوترس صح كده؟ هي فكرته انه في تيوب موليريان تيوبس في نصين هيعملوا اليوترس الكافيتي. فاليونيكورنيت يوترس في نص مش هيتكون اصلا. لكن روبرت يوترس اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في نص هيعمل لي بنانا شيب يوترس سمول كافيتي، هتعمل هيستروسكوب تخش تلاقي الدنيا ضيقه خالص. لكن النص التاني اللي بيكون اليوترس بدل ما يبقى مش موجود اصلا هيعمل لي رادمنتري هورن بس جوه نورمال كونتور. كلنا عارفين يونيكورنيت يوترس ويز رادمنتري هورن. الفرق بينهم ان هنا الكونتور من بره السيروزا از نورمال. طب ايه يعني روبرت يوترس؟ حته كافيتي صغير مش موصل مع السيرفكس اصلا. ايه مشكلته؟ في الاتش ري ديفينيشنز فور اكتوبيك بريجنانسي في 2020 صنفوا ده لوحده كاتيجوري لوحده في الاكتوبيك. ليه؟ لان روبرت يوترس ممكن يحصل فيه بريجنانسي. هل ده نورمال كافيتي؟ لا ديس اكتوبيك، بس انت مش هتشخصه لو انت مش عارف ان روبرت اصلا قبل الحمل. فالحاله دي ويل رابشر فجاه. ذات از نوت نورمال بريجنانسي، مش هتولد طبيعي وممكن ترابشر. وانت مهما كنت سكيلد في الالترا ساوند ومش عارف قبل الحمل ان فيها روبرت كافيتي، لو حصل حمل في الكافيتي ده مش هتعرف ان هو اصلا روبرت يوترس. فالحاله هتفاجئ قريب منه. مش رادمنتري خالص. اتفضل يا باشا. مش ريديوميشن. هي بالظبط احنا قاعدين في السرقعه دي وفي مسافه للبلكونه. احنا شايفين البلكونه والبلكونه منها للنيل. دي التيوب مع ده، فعشان كده ممكن يحصل فيها بريجنانس. لكن وجود البلكونه لو وسعنا هيوسع لنا القاعه اللي هو بيقول عليها الكافيتي صغير هو ده. فهي الفكره ايه؟ ان يهد الجدار ويخليهم اوضه واحده. هد الجدار اوضه واحده ده شغل الهيستر وسموها روبر وقسموها لوحدها. ليه؟ لان دي من الاضافات الجديده واستاذنا الدكتور بكري يعني زين العابدين في هذا بيعتبروها نوع من الان تراديشنال اكتوبك لو حصل فيها بريجنانس. ولكن ليه؟ لان بيحصل فيها البلاد اللي ولو حصل بريجنانسي بتكون البنت دي متجوزه صغير ولسه بالغه قريب لان هي اصلا بيتكون فيها بلاد من بتاع الهيماتو بتصورته في الهيماتو كولبس ماشي يعني بيتكون فيها بلاد. فلو هتحبل بتحبل واتجوزت بتحبل بعد البلوغ بدري. لكن ما عدا هذا شاف اسيست زي ما قال لكم الدكتور بتبقى زي سيستيك ليجن بس السيمتوم موجود كليا. علاجها سهل جدا انك تهد الجدار بقوا كام في واحد. ماشي لازم تسجلها يعني عشان حصل حاجه بس ما شاء الله عليك والله. يا باشا تلمسك يا باشا. يا باشا خدني معاك يا باشا. انا شغال بالراي. انا طبعا شغال بالراي في الطبع. طيب فور الحاله دي الوحيده اللي هنتكلم فيها كيس سيناريو. لان الكيس سيناريو هنا هو اللي هيشخصها. This patient 36 years old married nully gravida تشتكي ان فيها ديسمنوريا سيفير from the onset of puberty. من يوم ما كان فيها puberty فيها سيفير ديسمنوريا. وبعدين الالترا ساوند طلع لي ايه؟ طلع لي ان المايوميتريوم فيه ليجن سكند وولد هايبوكوك من جوه شبه الشوكولات سيست كده. فانا اول ما افكر هنا حاجه من اتنين، ايدر ان ده يكون دي مايوما وحصلها ديجنريشن او الدياجنوز الجديد اللي هو مش جديد قوي يعني الاكسسوري كافيتيتي ديوتراين ماس. اللي فرق بين الاثنين ايه؟ الاونست اوف بين. الاكسسوري كافيتيتي ديوتراين ماس ده عباره عن سام سورت او برضه اوف يوتراين انومالي. ثيوريتيكالي مش معروف ايه السبب لكن في مجموعه من النظريات. بس هو الفرق الرئيسي ان الماس دي بتبقى موجوده تحت الراوند ليجمنت على طول، بمعنى لو بصيت على اليوترس من بره هلاقيه مش منتظم من بره. تمام؟
وعشان هو موجود سينس بيرث هيجمع دم بعد البيوبرت، يبقى البين موجود من امتى؟ يبقى انا لو هفرق هل دي مايوما فيها ديجنريشن ولا دي الانتيتي بتاعت الاكسسوري كافيتيتد برايم ماس، رقم واحد الايه الهيستوري بتاعي السيفير ديسمينوريا، ورقم اتنين ان لو عملت لابوروسكوبي او لابوروتومي هلاقي المنظر عامل كده. ايه فرقه من الروبرت يوترس؟ روبرت يوترس نورمال كونتور من بره، ده نورمال كونتور، لكن لقيت المنظر ده دي قدر انها تكون مايوما فيها ديجنريشن او تكون الاكسسوري كافيتيتد ترايم ماس. هو المين سيمتوم بتاعته، المين سيمتوم بتاعته اساسا هي كرونيك بيلفيك بين والسيفير ديسمينوريا، وهتخش في ديفرنشال دايجنوزز مع راديمنتري هورن ويذ يونيكورنيت يوترس. الفرق بين الاثنين ان في راديمنتري اليونيكورنيت يوترس ويذ راديمنتري هورن هلاقي التيوب بتاعتي طالعه من الهورن نفسه، لكن في الاكسسوري كافيتيتد ترايم ماس هلاقي التيوب طالعه من النورمال يوترس، الماس مش طالع منها ايه، مش طالع منها التيوب. ده الفرق بين الاثنين، وده المنظر بتاعها لابوروسكوبي. هتلاقي التيوب طبعا ده الراوند ليجمنت، لكن دي التيوب طالعه من ايه، من النورمال يوترس مش من الماس الكبيره دي. طبعا علاجها هو الاكسيشن، هتشيل البريتون وتعمل اكسيشن زي اي ايه ماس موجوده طالعه من اليوترس. ان كونكلوجن الموسا كونسنسس اتعملت عشان تو ستاندرايز، نوحد الكلام مع بعض وازاي نفرق بين المايوما والادينومايوزز والفوكال ادينومايوما وسام سورت اوف مايوميترال ليجن، ممكن نعود عينين عليها ان شاء الله. اشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وادعو حضراتكم الاهتمام. لو عملت سكان للكود ده هتخش على طول على الجروب بتاع التليجرام والفيسبوك. شكرا دكتور محمد. شكرا يا باشا، محاضره جميله. شكرا يا باشا، خليك يا باشا، على صفحه الجمعيه ان شاء الله. عينيا يا باشا. ماشي حبيبي، شكرا يا استاذ محمد. شكرا بالخير، شكرنا للحضور، وبالخير شكرنا لشركه امون واستاذنا الدكتور محمد سلامه واستاذنا الدكتور ابا، ونورتونا وشرفتونا يا جماعه.